التريلي. انت عزفت يا بتاع البيانون، وجعت دماغنا. اهلا بيكم، هنكمل حلقات النوتة. النهاردة احنا عاوزين نعرف كم معلومة كده صغيرة في قراية النوتة. احنا اخدنا زي ما احنا شايفين دلوقتي the whole note، او بيسموها الروند بالفرنساوي، دي عدها 4 عدات. فانت بتضغط النوتة وبتستنى عليها 4 عدات. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. فانت شايف طول النوتة انا ما بشيلش ايدي من على الوتر لمدة 4 عدات. نيجي بعدها تاني واحدة بعدها دي المينيم. المينيم ديت او بيسموها بالفرنساوي البلانش. المينيم او البلانش دي زمانها 2 2، يعني نص الهول نوت اللي هي الروند اللي هي الدايرة. روند يعني دايرة بالفرنساوي. فالنص اللي هي الهول نوت، هول نوت يعني نوتة واحدة كاملة. فالمينيم ديت عبارة عن عدتين 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. فممكن يعني دلوقتي نخلط ما بين الروند وما بين المينيم، او ما بين الهول نوت وما بين المينيم. بعد كده كمان اخدنا حاجه اللي سميها كورتر نوت. كورتر نوت او ربع نوته. ربع ايه؟ ما احنا اخدنا هول نوت، نوته واحده. بعد كده مينيم اللي هي 2. بعد كده حاجه اسمها كورتر نوت بالامريكاني، وبيسموها بالانجليزي بيسموها كروتشيت. كروتشيت الكروتشيت ديت عباره عن عده واحده. العدة دي مهمة جدا. ليه؟ لان حتى كمان العدد بتاع النوت اللي بتبقى في المزورة اللي بتكتب في الاول، الرقم الاولاني ممكن يعدلك عدد 4 من الكروتشت مثلا، تبقى الزمن 4 من 4. ده بيسموه الزمن العادي، الزمن الطبيعي. 4 من 4، 4 كروتشت في المزورة، 4 عدات في المزورة. وبيتكتب كمان غالبا في اغلب الاحوال بيكتب لك الكروتشت كام كروتشت في الدقيقة. فتلاقي مثلا كروتشت يساوي 60، يعني معناها المزورة الواحدة العد بتاعها 60 كروتشت في الدقيقة، يعني العد كل ثانية في كروتشت. وممكن تلاقي أسرع ممكن تلاقي أقل، هو ده العد بتاع المترونوم اللي بيتكتب فوق أول مزورة عندي في النوتة. طيب الكروتشت دوت اللي احنا قلنا عليها عدتها واحدة بس. فلو أنا عندي الهول نوت، النوتة الكاملة دي 4، المينيم 2، الكروتشت 1. فالكروتشت بتبقى كده 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. فانا بعد مع المزورة، بس هي ايه بقى؟ 1 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 1. لان انا بضرب ضربة ريشة كل عدة واحدة، مش بضرب واحدة 4 استنى 4 واعمل اللي بعدها، لا ده انا واحده كل عده. فديت بتبقى وممكن اخلط ما بينهم. فانا بكده المزيكا ابتدت تاخد شكل دلوقتي. طيب كروتشت ديت ممكن اقسم الكروتشت نصين، بيسموها كويفرز. كويفرز فالكروتشت الواحده بتتقسم نصين، نص مع نزوله رجلي ونص مع طلوعه رجلي. فتبقى الكروتشت الواحده بتبقى كده 1 2 3 4، 1 2 3 4. احنا بنراجع بس. طيب بعد كده كمان الكويفر ديت بيسموها سيمي كويفر. اللي بعدها بقى الزمن بعدها اللي هي الكويفر الواحده بتتقسم 2، يعني العده الواحده الكروتشيت فيها 4 سيمي كويفرز. نعمل 4 في العده، يعني 2 مع نزوله رجلي و2 مع طلوعه رجلي. الله الله، ده بقى عندي بقى
تنوعات كتيرة أقدر أعزف بيها. خلينا بس لغاية دول لأن في بعد كده أزمنة أسرع من كده، بس ده بتقابلها نادرا جدا في الموسيقى. دلوقتي هناخد حاجة جديدة بيسموها الزمن الغير طبيعي. احنا دايما احنا قلنا الزمن الطبيعي انك بتنزل رجلك وبتطلعه واحد اتنين تلاتة اربعة، والاربعة زمن اربعة زمن طبيعي جدا، العد اللي هو كل حاجة متساوية فيه، واحدة يمين وواحدة شمال، واحدة شمال يمين وواحدة شمال، زي البندول بتاع الساعة. في بقى ازمنة هنبدأ ناخد فيها ازمنة غير تقليدية او غير طبيعية الانسان مش بيفكر فيها بصفة عامة بالطبيعة، بس مهمة جدا في الموسيقى. ازاي؟ زمن منهم اسمه تريولي او تريبلت بالانجليزي، تريولي ده بالفرنساوي وتريبلت بالانجليزي. التريبلت دي عبارة عن ايه؟ الكروتشت الواحدة اللي هي عددها واحد متقسمة ثلاثة. ايه ده؟ متقسمة ثلاثة ازاي؟ ما مش بتتقسم على اربعة وعلى اتنين، فين التلاتة دي؟ دخلنا في زمن غير تقليدي. فيبقى ايه بقى يا سيدي؟ العدة بتاعت رجلك تا 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 تا. طبعا هنعمل التلاتة قد بعض وبعدين نرجع تاني نعمل اتنين كويفرز نشوف الفرق بينهم ايه. التريبلتس، كروتشت، تريبلت، كروتشت، تريبلت، كروتشت. كده احنا خدنا اغلب الازمنه اللي احنا هنبقى بنستعملها في قرايه النوته. طيب راجع الحلقه الاولى الثانيه وراجع ديت الثالثه واشوفكم الحلقه الجايه.